أوباما يكسر حاجز الصمت، ماذا حدث للحزب الجمهوري؟ الرئيس باراك أوباما من وقت ما خرج من السلطة ما بيتكلمش كتير، في حالة صمت بقالها سنتين تقريبا، كل فترة بيكسرها بقول شديد ثم يعود إلى الصمت من جديد. قبل كده اتكلم في إحدى الجامعات وقال إن النازية قد تحكم أمريكا، وقال إن هتلر جاء بطريق الديمقراطية، وقال إن إحنا لابد نقف في مواجهة الرئيس ترامب بدون ما يقول الاسم، إلا إنه قال إن ده هيقودنا إلى النازية الأمريكية من جديد. ثم صمت قارب العام، ثم عاد الرئيس السابق باراك أوباما مرة أخرى إلى الحديث وإلى نقد الرئيس ترامب. الرئيس السابق أوباما هاجم الجمهوريين وقال إن هم بيأيدوا ترامب يعني على كل حاجة سواء صح أو غلط، وإن ما عندهمش جرأة ولا جسارة لحماية احتمال انهيار الديمقراطية في أمريكا. قال يجب أن ندافع عن الديمقراطية التي أصبحت في خطر، وإن الحزب الجمهوري لا يفعل ما يجب من أجل حماية الديمقراطية. وقال أيضا إن في وضع سوداوي في أمريكا. هذا وصف الرئيس ترامب أن الوضع في أمريكا وضع سوداوي، وقال إن النازية قد تحكم أمريكا في المستقبل، إنما دي جملة من حديث سابق. وقال إنه دلوقتي لازم الناس تروح الانتخابات، وإذا كانوا فاكرين قبل كده إنه مفيش ضرورة للانتخابات، أظن السنتين اللي فاتوا من حكم الرئيس ترامب يخلي الناس تفهم إنها لابد تروح وتدي صوتها في الانتخابات. وقال إن أكبر خطر يواجه أمريكا مش بس الرئيس ترامب، إنما أكبر خطر هو لا مبالاة الأمريكيين ولا مبالاة الحزب الجمهوري بما فيه أمريكا الآن، وبما إنه ممكن يهدد الديمقراطية الأمريكية في المستقبل. وأول مرة الرئيس ترامب يقول إنه احتمال يساءل، أول مرة يتكلم إنه خائف من المساءلة، لو فاز الديمقراطيين ممكن يخسر منصبه كرئيس لأمريكا. المساءلة لو الأغلبية في مجلس النواب للديمقراطيين تبدأ مساءلة الرئيس، إنما لو تلتين مجلس الشيوخ وافق تتم إقالة الرئيس. الرئيس ترامب بدأ يتكلم عن إنه احتمال يتم إخراجه من السلطة في حال فوز الديمقراطيين. قبل كده كان كلام الإعلام والمحللين، دلوقتي كلام الرئيس ترامب نفسه أنه مهدد بالإقالة إذا لم يفز الحزب الجمهوري في الانتخابات. إذن الرئيس أوباما بيتساءل ماذا حدث للحزب الجمهوري، وماذا حدث للشعب الأمريكي، وما هذا الصمت في مواجهة الرئيس ترامب، وإن الديمقراطية الأمريكية في خطر ما لم تنتبه الولايات المتحدة.